بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة في درس من دروس الحج المبرور، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. خصصنا هذا الدرس ونحن نتحدث عن الحج المبرور، عن موضوع احترام الأوقات الفاضلة يا فضيلة الشيخ في شهر ذي الحجة، وشرف المكان وشرف الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الحج يجتمع فيه شرف الزمان وهو أشهر الحج، وشرف المكان وهو المشاعر، مشاعر الحج التي جعلها الله مواطنا لعبادته سبحانه، تقرب إليه بمناسك الحج. فالمسلم يستشعر عظمة هذه المواطن الزمانية والمواطن المكانية، فيستغل وجوده فيها وتوجهه إليها بطاعة الله سبحانه وتعالى، والإكثار من العبادة، والإكثار من الذكر، من ذكر الله عز وجل. والحج لا شك أنه نوع من أنواع الجهاد، في يحتاج إلى صبر على ما يلقى من التعب وما يلقى من المشقة، يصبر على ذلك احتساباً لثواب الله سبحانه وتعالى، يتغرب عن أهله ويسافر ويصبر على ما يلاقيه في أثناء سفره، حتى ولو كان على وسائل مريحة مثل في وقتنا هذا في الطائرات، السيارات، في المراكب البحرية، فإن فيه مشقة بلا شك، فيصبر على ذلك احتسابا لثواب الله عز وجل وطلبا لمرضاته. وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحج عبادة عظيمة، الإنسان ينفق فيه الأموال، الإنسان يترك وطنه ويسافر إليه إلى الحج والعمرة، الإنسان يمسه شيء من التعب أو من الجوع من المشقة، فيصبر على ذلك لأنه في جهاد في سبيل الله عز وجل، والأجر في ذلك عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا يدل على عظمة الحج، لكن الحج المبرور يعني يكون حجه بارا، بمعنى أنه خالص لوجه الله، صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبر على ما يناله من المشقة في الحج، فراق الوطن، إنفاق الأموال، ملاقاة التعب والسهر وغير ذلك، الدخول في الزحمات وما أشبه ذلك. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.